أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا، ومستمرون في هذه التغطية للانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2018 والتي انتهت قبل وقت قصير من الآن. شاهدنا عدد من الخروقات، شاهدنا عدد من الخروقات التي نقلها مراسلونا المنتشرون في المحافظات العراقية، والآن معنا أيضا مراسلنا في أربيل والذي رافق المراكز الانتخابية الخاصة بالنازحين. زميلنا علي، أهلا وسهلا بك زميلي عبيدة، تحية لك ولمشاهدي قناة صلاح الدين صلاحية. يعني بداية أنا أحب أذكر بعض المعلومات حول الانتخابات في أربيل. نعم. عدد الناخبين 1,123,219، عدد المراكز الانتخابية هي 498 مركز، منها 37 مركز خاص للنازحين. أما عدد المحطات فهي 2,563 محطة. عدد المنظمات المجتمع المدني هي 28 منظمة. أما عدد القنوات الإعلامية الداخلية هي 48 قناة. نسبة المشاركة بحسب الأخبار هي 55% في مدينة أربيل. منذ الصباح الباكر افتتحت هذه المراكز الانتخابية لأهالي أربيل والنازحين في محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار. بعض المحطات كانت فيها الأعداد متواجدة قليلة جدا. هناك محطات أخرى الناخب يضطر الوقوف ساعتين أو أكثر، يعني زخم. يعني وهذا اللي وصلنا، يعني في أحد مراكز النازحين، نعم، يعني حاسبة واحدة بها رجالا ونساء وأعداد غفيرة جدا. نعم، يعني كثير منهم لم يتسلى له يعني بصوته، حتى هناك ناخبين تركوا المحطة بدون أن يصوتوا. ولا يوجد تمديد الانتخابات، يعني جهاز مبرمج على قفل في الساعة السادسة مساء. نسبة المشاركة في إقليم كردستان يعني كانت أكثر من بقية محافظات العراق، نتكلم عن 55 60 أو أكثر من 60% في أدهوك وباقي محافظات الإقليم، بينما أتحدث عن بقية المحافظات عن نسب ضئيلة جدا، يعني 20% في بغداد و 25 و 42% في الموصل، يعني نسب قليلة جدا مقارنة بالإقليم، في الإقليم كان يعني نسبة التصويت بي أو نسبة الانتخاب بي أكثر. بالنسبة لحركة السير في محافظة أربيل هي طبيعية جدا، يعني هناك حرية بالتنقل في جميع المناطق، يعني إجراءات أمنية كانت سلسة وبسيطة جدا وبحكم أنها مناطق إقليم كردستان كانت تبعا بالأمن والأمان. طيب، يعني أكثر الخروقات التي وقفت عليها وشاهدتها أثناء تجوالك بين المراكز الانتخابية؟ نعم، يعني أربيل حال حال جميع محافظات العراق لم تخلو من المشاكل جهاز البصمة، يعني أحد المراكز الانتخابية لم تفتح أبوابها الا بعد الساعة التاسعة بسبب وجود عطل بجميع الاجهزة، يعني كانت متوقفة حتى الساعة التاسعة، بعدها تمت معالجة الامر، يعني هناك اجهزة توقفت عن العمل وتم استبدالها. كثير من النازحين لا يعلمون الى اي مركز يذهبون اليه لاعداد اصواتهم، يعني نازحين ذهبوا الى اربع او خمس مراكز دون ان يصوتوا او دون ان يجدوا اسمائهم عفوا. تم التنويه من قبل يعني مدير احدى المحطات الى ان مدرسة الشيوخ في الحي العسكري تستقبل اي نازح لا يوجد اسمه في هذه المراكز. ايضا هناك ناخب قد توفي في اقليم كردستان وبالتحديد في مدينه حلبسه خلال وقوفه في طابور الانتخابات في احد مراكز الاقتراع، حيث كان يعاني من مرض القلب. هناك ملاحظه مهمه ان اكثر الناخبين يعني مشاركين بالانتخابات كانوا كبار في السن، يعني انا شاهدت رجل عمره تجاوز 70 عام جاء لي بصوته، امراه مقعده جاءت لتنتخب، مشاركه يعني كبار السن كانت اكثر من الشباب. زميل عبيده، طيب، يعني كل هذه المعلومات التي أدليت بها، شلون كانت حركتكم أثناء التجوال بين المراكز؟ يعني احنا نعلم أن هناك مفوضية حددت بعض المراكز اللي تستطيعون كمراسلين تغطية الأحداث. طيب، ماذا عن باقي المراكز؟ هل حاولتم الوصول إلى تلك المراكز؟ والله يعني احنا تنقلنا في اكثر من مركز، يعني كانت بالعكس كانت موضوع طبيعي وتعاون كبير من قبل الاجهزه الامنيه والمفوضيه، يعني كانت تسمح لنا بالدخول يعني في عده مراكز. انا نفسي دخلت في اكثر من مركز، ويعني التصوير كان لي مثلا كان المصور مثلا حريه في التصوير وحريه في اللقاءات، فقط يعني ملاحظه واحده كانت انه ممنوع نصور يعني داخل مكان التصويت. نعم. مكان الانتخاب. نعم، شكرا جزيلا لمراسلنا في أربيل علي باسل. ومراسلنا الآن علي باسل أعد لنا فيديو عن جولته في مراكز الانتخاب في أربيل.